يا هلا والله بنات، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون طيبين. رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم زي ما انتم شايفين بعنوان الفيديو مشترياتي من شيئين للصيف. طبعا انا طلبت هذه الاغراض للامانه قبل اعرف هنا ايش الجو عندهم، يعني وطلع شتاء والاشياء كلها اللي طلبتها تخص الصيف. يا سلكول، يعني ان هذه الاشياء راح استفيد منها ان شاء الله في الصيف. بس ابغى اقول لكم حاجه، لانه حقيقه حاليا عند شيئين اشياء الصيف بنات، عشان كذا انا اصلا يعني كمان مره تحمست. اللي حاب يسافر اشياء السفر حق الصيف حقيقي لا تقاوم، وحاليا عندهم خصومات بمناسبة الصيف. جابت لكم كود خصم بنات، يخصم لكم من قيمة طلباتكم 15%. راح احط لكم الكود في اعلى الشاشة عشان تقدرون تستخدمونه وتستفيدون منه، زي ما انا بكل طلبية اطلب استخدم الكود الخصم حقي واستفيد من كود الخصم. يب ابغى اوريكم الاشياء اللي انا طلبتها كذا على السريع، اشياء مرة حلوة وان شاء الله انكم تستفيدون منها. يعني الاشياء اللي طلبتها من شئين، يعني هذا الماك حق الموية، بما اني انا بصراحة احب اشرب موية مرة كثير، يعني تقريبا لترين باليوم، فخلاص هذه لترين، يعني خلاص ما يحتاج اني انا اروح اعبيها. اللي كانت معي القديمة كانت لتر ونص، فكنت اعبي لتر ونص بعدين ارجع اعبيها ثاني، فهذه خلاص لترين ويصير اعبيها باليوم وخلصنا. وبصراحة مرة عجبتني لانه مكتوب فيها عبارات كذا مرة تحفيزية تحفزك انك تشربي موية. عندهم اشكال والوان للمقات، فحقيقة لا تفوتوها. طبعا جات معاها هذه الاستيكرات، بصراحة انا ما راح اركبها بس حلوة، يعني لو أحد حاب يعني يركب الستيكر. واحدة من الأشياء اللي لفتتني عند شيئين إنه عندهم كل هذه المجموعة تجي مع بعض. أكيد شايفين بهذه الفترة صايرة أستخدم هذا النظارة بصراحة لأني ما قاومتها، وأكثر شكل مرة عجبني من هذه المجموعة فصايرة مرة أستخدمها حاليا. شكلها مرة حلو بصراحة، أصلا كمان مرة حلو بنات إنكم كده تأخذون مجموعة وتتشاركون فيها أنتوا وأخواتكم. سعرها ترى كان مرة حلو. كل الأشياء اللي راح أوريكم هي روابطها تحت بتكون بصندوق الوصف، فلو عجبتكم شيء من الأشياء اللي أنا صورتها فراح تلقون رابطها تحت. أكثر شيء مرة متحمسة أجربه. ان شاء الله باليومين الجاي راح انزل على السوق واخذ فواكه مجمده عشان اسوي لي سموذي. مره متحمسه من وقت ما طلبت هذا الخلاط. الحلو فيه بنات انه يسوي لكم حق كوب واحد، يعني ما تطلعوا خلاط وتسووا اكثر من واحد وتورطوا فيه، وكمان هو بالشحن، يعني خلاص تشحنوه وتسووا السموذي وقت ما تبوه. وطبعا هو يجي معاه هذا السلك حقه. وكمان الحلو فيه بنات، شوفوا كيف تقدروا تسووا عصير ويصير هنا فيه كذا زي الشبك، يصير ينزل لكم العصير صافي، او اذا حابين تسوون سموذي يصير تفتحونه كذا وتكبونه في الكاسة. حقيقي مرة متحمسة اجربه. كمان طلبت هذه حق الشعر، بصراحة شفت ناس مرة حابين عليها ومرة تحمست وطلبتها. كان سعرها مرة يا بلاش، تخيلي بنات انه هذا كله بريالين، مرة يا بلاش. فمرة حلو كذا تحطوها وقت الميك اب عشان شعركم يصير ما ينزل اللي ما عندهم ربطات. فما ادري حسيت انها مرة حلوة، ممكن كمان تستخدموها كاستخدام عادي، يعني مو شرط. يعني انا بصراحة اخذتها اساس انه للميك اب تمسك الغرة حقتي، ف يا مرة حلوة بصراحة وسعرها مرة يا بلاش. اوكي ابغى اوريكم حاجة مرة حلوة للناس اللي مثلا برا وتتحجب، او مثلا مسافرين وتتحجبوا. وبصراحة انا هنا مرة ينزل علي الحجاب، وخاصة اذا كان مرة في هواء كذا خلاص يعني يبدا شعري يبان. فمن الاشياء اللي طلبتها للحجاب هذا الشيء، مرة حلوة بصراحة. أنا كانت عندي أكثر من طرحة ما أخذتها من شيئين، تخيلوا بنات نسيت طرحي في جدة، حاجة مرة تزعل، مرة تزعل معايا غير طرحة واحدة بس الحين. وعشان كذا صراحة طلبت هذا اللونين لأنه كانت على أساس اللي موجودين في جدة. فكرة هذا الشيء مرة حلو، تلبسوه وتصيروا تلبسوا بعدها الطرحة، يصير لو نزلت الطرحة أو انفكت يصير خلاص هذا ماسك على الشعر وما يبان أبدا. فهذا الشيء اللي من جد راح يفك لي أزمة الحين. أغلب البناطيل حق عمر الجينز، يعني مع اني ما اخذتها بالمقاس يعني سنتين، قصدي 3 سنين سوري، بس جايه شويه كبيره مره طويله. بدل ما اقصرها وحوسه وخلاص هذا يغنيني عن الخياطه بنات، بس تطبقون او تثنون البنطلون وتحطون عليه هذا الشيء وتجيبون الكاويه وتكون اللبس خلاص بنات، يصير البنطلون جاهز بدون حاسه خياط ولا ودي عند خياط هذا الشيء. وبعدين جايب كميه ترى مره كثيره، شايفين؟ فهذا الشيء راح يفك لي أزمة إني أنا أقصر الشيء بنفسي.
نجي لشيء ثاني اللي كمان خطير بصراحة. أنا طلبت أشياء عارفين اللي تكمل الحاجة بالضبط. هذا الشيء اللي سويته، هذه القطعة راح تفك لبعض الناس أزمات مرة كثير، للي بالصيف يحبون يلبسون بلوفرات أو بعض الملابس وما يحبون يلبسون أكثر من بلوزة، يعني بلوستين مثلا، فهذه راح تفك مرة أزمة. فعشان كذا أنا صراحة للأمانة طلبت حبتين، لأني أنا من الناس اللي أحب إذا لبست حاجة أحس فيها نقص وما أبغى ألبس في نفس الوقت كمان بلوستين. أحس مرة تحلي باللبس، مرة تحلي باللبس، تطلع الحاجة كذا شكلها أنيق. راح أحط لكم صورة هنا على جنب كيف شكلها، مرة حلوة، واللون الأبيض أحس أتليك مع أغلب البلوفرات أو أغلب الملابس اللي تحتاج قطعتين بس أنتم ما تبغون تلبسونها خاصة بالصيف. في أكثر من شكل. بما أني أخذت آلة قهوة فضروري أحتاج بتشر ثاني عشان أقدر أسوي التبخير، لأنه أنا صراحة متعودة على بتشرين، فأخذت هذا مرة حلو، مو بس كمان عشان يعني لازم بتشرين وكذا، هذا مرة عاجبني عشان لونه أسود وكمان مطفي يعني ما يعكس، خليني اقدر اصور براحتي يعني، ومرة حلو والسايز حقه مرة مناسب. صراحة من اكثر الاشياء اللي مرة احب اطلبها عند شيئين اللي هي السليبرات، لانها من جد مرة حلوة، خاصة اللي بنات اللي تجيكم كذا من تحتها، كيف يعني تجيكم كذا قوية، ترى من جد تطول معاكم عكس اللي تجيكم هي السليبر فيها قطن، يعني احس انها ما تطول بصراحة. بس هذه حق كرف فعليا. دائما ما احب صراحة اطلب اللون البيج لانه مرة ينعدم علي ويصير كذا لونه يتغير مع الايام، بس حقيقي ما قدرت اقاومه، مرة حلو، مرة شتوي. يعني هو جاي شتوي صراحة كمان شوية، بس حقيقي مرة لطيف بصراحة. في بعض الاشياء اذا جربتها من عند شيئين وطلبت منها بعد كذا حبتين اعرف انها من جد خيالية ولازم تطلبونها. هذا الجلوس خيال بنات، خيال يعني. انا سبق وطلبت الجلوس اللي قد صورته معاكم قبل، اللي هي كانت في مشترياتي حق العيد، عيد شوال، حلو بس شفاف. هذا لا، هذا جلوس وفي لون وكذا، عارفين اللي شيء لما تسووه وحابين تطلع وطلع كذا خفيفه، يعني احس كذا مره خفيف ولونه مره حلو، ما اعرف كيف اوصف لكم، بس الحين راح اوريكم لونه. اوكي بس ابغى اوريكم هذه الدرجه اللي انا طلبتها ومره حلوه. اوكي بنات بس ابغى اوريكم لونه، لونه جاي مره حلو. ضروري بكل طلبيه لازم الشراريب، بس ما شاء الله هذه الكمية ما يعني أنا صدمت بصراحة من كميتها، متخيلين بنات إنه هذا جمع بعض؟ شايفين قديش؟ بس هذا اللون الأسود وهذا اللون الأبيض كلهم مع بعض، حقيقي أنا انصدمت. أنا عندي للأمانة الشرابات اللي هي الملونة، بس كذا حسيت إني أبغى حاجة تكون يعني كذا أسود وأبيض، لون خلينا نقول نستعمله بشكل يومي غير الألوان. ركزوا لي بنات على جمال الكوب، هطالع هب هذا الكوب في الاكسبلور حق الانستغرام. وشيئين حاليا عندهم الاكواب يعني لا تفوتكم، كل كوب احلى من الثاني واسعارهم مره حلوه مقارنه بالسوق. يعني حقيقه انا مره احترت وحاولت امسك نفسي واطلب كوب واحد فقط، فطلبت هذا للقهوه البارده، مره متحمسه اسوي فيه قهوتي. طيب ابغى اوريكم حاجه كمان طلبتها، طلبت هذا الشيء. طبعا هو جاي، طبعا بنات هو الكوب يجي معاه هذا المصاص الشفاف، بس انا هنا طلبت مصاصات تانية كتجيكم مجموعة مع حقها الفرشة، نفس الشكل اللي جاي مع هذا الكوب، عشان كذا بين فترة وفترة اغير المصاص. نوع المصاص قزاز، مرة حلوين بصراحة. انا من الناس اللي كرهت القزاز فترة، اللي هي المصاصات القزاز، بس حسيت شكلها مرة حلو بنات، يعني مرة مرة شكلها لطيف، تزعل اذا انكسرت وانتي فجأة تشربي قهوتك، ما قدرت اقاومها واخذتها، مرة حلو الوانها بصراحة. واحدة من الاشياء اللي طلبتها وشفت الكوريين يعني دائما اذا جو يتصورون يعني يكونون لابسين نفس هذا القطعة، فمرة تحمست اني انا اطلب هذا الشيء. ما ادري ايش هو بصراحة، ايش اسمه ما راح اتفلسف، بس مرة حلو، راح احط لكم صورة على جنب توضح لكم هذا الشيء. دائما اذا جيت اطلب من شيئين سواء حتى اذا هو مو اعلان ضروري ادخل قسم الاطفال، حقيقه عندهم اشياء مره تجنن، واغلب ملابس عمر يعني من شوزات الشنط اغلبها تكون من شيئين، حقيقه جودتها مره حلوه. طلبت له هذا الجاكيت، طبعا انا عندي جوا تيشرت ابيض يعني راح انسقه، فما طلبت له التيشرت لانه عندي موجود، وكمان نسقت له هذا البنطلون الاسود، مره بنات خيالي باللبس،
طلع شكله مرة يجنن. خامة الجاكيت بصراحة مرة خفيفة، فزي ما قلت لكم أغلب الملابس اللي طالبتها صيفية يعني أبدا مو شتوية، مرة خفيف. فأحتاج إذا لبسته الجاكيت هذا ضروري يكون فوق جاكيت تحسبا للأجواء اللي عندنا جدا برد. وآخر شيء هنا عندنا أكيد أني أنا طلبت اللبس مناسب للسفر. بصراحة أنا قد سبق وطلبت ملابس كذا تناسب السفر وكمان ساترة وحلوة وفي نفس الوقت أنيقة. هذه المرة كمان طلبت واحد ثاني راح تلقونها في شيئين كذا قسم خلاص، يعني هو يجيكم كذا طقم مع بعض البنطلون مع البلوزة. بس تحمست إني أطلب لون ما يكون موجود عندي بالدولاب واللي هو هذا اللون، اللون الأخضر، المرة حلو مرة عجبني. وشايفين بنات التطريز الأبيض صار مرة بيرفكت. وبس والله كذا يصير وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو يكون عجبكم وخفيف ولطيف. طبعا لا تنسون بنات إنه الروابط كلها اللي شفتوها راح تكون تحت موجودة بصندوق الوصف، زائد رابط تحميل تطبيق شي إن. ولا تنسون تستخدمون كود الخصم حقي راح يخصم لكم من قيمة طلباتكم 15%. وبس والله أشوفكم بالفلوج الجاي.